الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا عملنا تيستنج، صحيح؟ صحيح الكلام ده، وشفنا الدنيا، والدنيا إلى حد ما سهلة وبسيطة من غير أي مشكلة. وقلت الفيديو ده هتكلم نظري فقط، هتكلم أقول الأبلكيشن بتاعنا من أول ما اشتغلناه لغاية دلوقتي ماشية ازاي في السكيورتي. بص معايا وركز معايا كويس جدا في اللي أنا هقوله ده. أول حاجة، ده كان البروجكت بتاعي، تمام. أول ما اشتغلنا عليه قلنا إن إحنا عشان نعمل أكسس على أي أي بي أي جوه كنا لازم نعمل لوجن، نبعت يوزر نيم وباسورد، وده كنا بنعمله عن طريق إن إحنا بنيجي نعمل هنا وليكن مثلا هنا، ونعمل فيزواليزيشن وأقول له إيه بيت أس، وأدخل يوزر نيم وباسورد وأعمل سيند وأطلب الأي بي أي يرجعها. دي الطريقه الايه اللي كانت عاديه خالص اللي بدانا بيها. وكان عندنا في الكوكيز السبرينج باي ديفولت كان عندنا حاجه اسمها سيشن اي دي، اكيد لازم تكون فاكرها، انا مش هعمل ده كله تاني، انا براجع بس. كان في سيشن اي دي، اول ما تعمل لوجن مره واحده باليوزر نيم والباسورد كان بيرجع حاجه اسمها سيشن اي دي زي التوكن سيشن اي دي، عشان بعد كده انك انت لما تيجي تطلب اي اي بي اي تانيه يبقى انت مش محتاج تدخل يوزر نيم وباسورد. فكره التوكن بالظبط، بس خلي بالك الطريقه ديت لازم تكون شغال في جوه الابلكيشن بتاع السبرينج، يعني لازم الفرونت اند والباك اند يكونوا جوه السبرينج، عشان لو انت هتشتغل على حاجه زي الانجولر مثلا كسيرفر والباك اند على سيرفر تاني، فالافضل انك تستخدم التوكن. انت ممكن تجيب من الكوكيز سيشن اي دي وتخزنه والكلام ده كله، بس لو انت محتاج او انت شغال سيرفر فرونت اند مثلا انجل او رياكت او ايا كان، والباك اند بالجافا بالسبرينج، ده في سيرفر وده في سيرفر، فالتوكن هو افضل حاجه. تمام. فاذا كنا الاول بنعمل لوجن، بنودي اليوزر نيم والباسورد ونطلب الاي بي اي اللي احنا عاوزينها وتجيلنا، وكان في سيشن اي دي كان بيوفر علينا ان احنا بدل ما نعمل كل شويه يوزر او نبعت اليوزر نيم والباسورد، سيشن اي دي كان زي التوكن كده ببعتها بيتاكد سبرينج سكيورتي هي اللي كانت بتهندل الموضوع ده كله لوحدها من غير اي تدخل مننا، ودي كانت بتكون تمام. حاليا قلنا عاوزين بقى نلغي ده كله ونعمل احنا السيستم بايدينا، نحمل احنا السيشن اي دي بايدينا. عارفين السيشن اي دي اللي لسه بنتكلم عليه دلوقتي؟ لما عملت لوجن اول مره، او عملت ايه؟ عملت بعت يوزر نيم والباسورد وطلبت اي بي اي معينه ورجع لي، كان بيرجع السيشن اي دي. السيشن اي دي ده لو بينبعت لوحده باي ديفولت في كل ريكوست هيروح لي لوحده من غير اي حاجه، انا ماليش دعوه، انا بعمل الايه؟ بعمل بس ببعت يوزر نيم والباسورد، وبعد كده هو بيعمل ده كله. انا عاوز الغي ده كله واعمل انا بقى كل ده بايديا. دلوقتي انا عندي سيرفر خارجي اللي هو الانجولر مثلا، اللي هو بي ايه؟ زي ما تقول البوست مان، ده البوست مان، ده السيرفر الخارجي بتاع الفرونت، وده الباك اند اللي هو الجافا، تمام. الباك اند اذا ده الفرونت وده الباك، حلو حلو. دلوقتي انا عندي عملت ايه؟ عملت عندي هنا اي بي اي اسمه باك سلاش يو، وعندي بقى ايه وليكن مثلا فوتبول، عندي باسكت بول، تمام. وعندي ايه تاني؟ تعال كده نشوف، وعندي فولي بول والكلام ده كله، تمام. وعندي اكتر من اي بي او، عندي اكتر من ايه؟ اكتر من اي بي او. حلو الكلام، حلو الكلام. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي مفيش بقى ان انا اعمل لوجن في كل مره، لا انا بس هعمل لوجن على اليوزر. لو انا عاوز اجيب توكن لازم اعمل لوجن على اليوزر، اكن ديت الخاصه باللوجن بتاعتي، دي خاصه باللوجن بتاعتي. ايوه، هنعمل ايه؟ بعملت لوجن وبعت يوزر نيم والباسورد، دي الوحيده اللي ببعت فيها اليوزر نيم والباسورد عشان ترجع لي بالايه؟ بالتوكن. التوكن ده هيفضل معايا على طول، اي ريكوست بعد كده مفيش ايه؟ ما فيش يوزر نيم وباسورد. لو بعت يوزر نيم وباسورد هيطلع لك مشكله، لا
لو اي ريكوست بعد كده هبعت ايه؟ هبعت التوكن وانا عاوز اروح للاي بي اي. ده اللي احنا عملناه هنا بالظبط. عندنا الفلترز بتاعتنا وطبعا حددناها بشكل معين وقلنا ده بيشتغل امتى وده بيشتغل امتى، مش هشرح تاني، بس هي كل الفكره لو انت اول مره تخش على الابلكيشن هتخش على اليوزر اكنك بتعمل لوجن كده، كريت توكن معاك، التوكن ده هيفضل معاك تبعته في اي ريكوست بعد كده من غير اي مشاكل خالص. وخلي بالك من حته الاكسبيريشن تايم، لان ده لو الوقت عدى عليه، لو عدى 30 ثانيه على الايه؟ على التوكن ده بيخلص او ايه؟ صلاحيته بتنتهي، بتحتاج انك تطلب واحد تاني عن طريق انك تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل لوجن تاني عن طريق اي اسمها يوزر عشان تكري التوكن جديد. وانت هنا انت ممكن تزود الوقت زي ما انت ايه؟ زي ما انت حابب. ما اعتقدش ان لغايه دلوقتي في اي مشاكل. اظن الموضوع سهل وبسيط، ومش حابب اطول او ابقى اوفر في الشرح لان الموضوع مش محتاج شرح اكتر من كده، الموضوع بسيط وسهل ان شاء الله. تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.